جات لهم ديالو هنا لهاد المستشفى، دارت له واحد العمليه، واحد الرجل دار بها عوجه، دارت له واحد العمليه تقويميه عند واحد الدكتور. المهم داتهم بعد العمليه ب 24 ساعه دات وخرجتهم من السبيطار بالامر ديال المصحه. المهم خرجتهم من السبيطار بعد ثلاث ايام بدات كتبان واحد الاعراض في الرجل ديالو، كترجعوا له عند الدكتور كيقول لها راه عادي. عاوتاني يومين اخرى تترجع على تقريبا 15 يوم هي كترجع عندهم تقول لها راه عادي صافي. من بعد ملي جيت انا فتحوا له الفاصمه قدامي وداك الشيء، جابوا واحد البروفيسور قال لي هذا الرجال غادي تخطا صافي. هي فاش بقاو معايا هادي راه غادي نحيدوا لها غير سبعان هادي هادي صافي. حتى من بعد تنكتشف بلي الرجل كامله محيده كامله. صافي. المهم راه مشيت ضحكت الشكايه للوكيل المالي، والحمد لله هاد الساعه راه واقفين معانا جمعيات واقفين معانا الناس المسؤولين هنايا، وهذا الشيء اللي كاين هاد الساعه. المهم دابا راه زيد ولدي غادي ندير المستشفى ديال محمد الثالث، مازال غادي تقطع ليه رجل من الصف ديالو حيت داك الشيء مشى ليه معاه، مازال داك هي خاصها تقطع.